سلمى، أما هلأ أولى محطاتنا لليوم رح نتوقف فيها أمام صرح ثقافي توسط قلب العاصمة دمشق، كما توسط قلب الحياة على مسارحها. دار الأوبرا السورية بقيت عم تستضيف الإبداع بكافة مجالاته على مسارحها، واليوم رح نتعرف أكثر شو أبرز الأنشطة الجديدة اللي عم تتحضر مع مدير دار الأسد للثقافة والفنون أستاذ جوان قرجولي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اليوم نحن ضيوفك بالعادة بالعكس. اهلا وسهلا ومرحبا، صباحك فل، سعدي يعني صباحك. بدنا نشكرك اكيد ونتشكر كل القائمين على دار الاسد للثقافه والفنون والعاملين الجنود المجهولين على استضافه برنامج صباحنا غير. اكيد بدار الاسد. هلا تقول لك شو اول شيء استضافه؟ لا، انتم من اهل البيت بتعرفوا حالكم. نحن كمان نعتبرك من اهل البيت استاذ جوان. اهلا وسهلا، الدار لكم وعلى مدى الحياه، ما عندي مشكله. شكرا لك، هذا كرم منكم. واكيد نحن اليوم متواجدين هون لنحكي يمكن عن اهم الانشطه يلي دائما كل فتره بنقول في عن الجدول الجديد وبرنامج جديد. نبلش بأهم الخطط الجديدة بدار الأسد. إذا تسمحي لي قبل بس نعلق على الفنان الكبير الأستاذ وديع الصافي. أكيد. يعني هو حقيقة كلمة الصافي هي أكثر كلمة بتعبر عن هذا الصوت الجميل، عن هاي الحنجرة الجميلة اللي موسيقيا هي تمتلك الإمكانية المنخفضة والمرتفعة بنفس الوقت. هاي العرب الجميلة اللي كلياتنا بنحبها. أنا شخص بدعو، يمكن في كتير ناس ما بتعرف إن وديع الصافي بينسمع الصبح، اسمعوه الصبح بكير مثله مثل فيروز، رح تلاقوا الموضوع مختلف شوي، صباحكم رح يكون مختلف. وديع الصافي إذا بتحبوا اسمعوه عم يغني الأطلال، اسمعوه عم يغني أنت عمري إن كلتوه، رح تلاقوا هو شخص مختلف. اسمعوا عم يغني طلوا حبابنا طلوا بلدي، رح تلاقوا شخص مختلف. حقيقة هو فنان شامل، ونحن يعني كان الشرف انه عملنا له تكريم في 2017. صحيح. وبوجه دار الأوبرا لدكتور أنطوان الصافي نجل الأستاذ وديع اللي هو أحيا الحفل. وحقيقة هذا الحفل كان بوضع سيء جدا بدمشق، اذا بتتذكروا كان في هجوم الاخير بادار على دمشق اللي صحيح. عن معمل كراشي اللي بنعرفه كلنا. ودكتور انطوان لما زارني الظهر كنت متوقع يعتذر عن الحفل، اصر يكون موجود وقتها. كيف اصر يكون موجود؟ بالعكس، اصر وكثير وعمل حفل جميل جدا. انا بوجه تحيه لعائلته كلها. اكيد بدنا نوجه تحيه لكل عائله الصافي والرحمه لروح فناننا الكبير صاحب الحنجره الذهبيه. أكيد. أكيد. هلا بالنسبه لانشطتنا، مثل ما في شويه هيك جهات عنا الى وزنها بالبلد عم تدعي انه نحن ما قمنا بدورنا خلال هالازمه او خلال هاي الحرب. فبكل الاحوال انا ادعو كل من لدي اي تساؤل انه بس يفوت على موقعنا او يجي يزورنا ويشوف عدد الحفلات. بالنهايه نحن اكيد ما عم نشتغل لنرضي حدا ولا لنرضي جهه، نحن عم ندافع عن البلد وعن تاريخ البلد، وما لنا مستنين شهاده حسن سلوك من حدا. بكفينا انه نحن رضيانين عن حالنا. هلا حتى نفوت ويمكن بس للاشاره للحديث انه دار الاسد للثقافه والفنون في ظل الازمه نشاطات عندها كثرت. نحن بصباحنا غير يوميا بنغطي الفعاليات والنشاطات اللي بيقوم فيها دار الاسد للثقافه والفنون، ويوميا عندنا ضيوف عم تقوم يمكن حفلات بدار الاسد، نشاطات، فعاليات، حتى تكريم لاسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري. اذا بدنا نحكي حقيقه وصراحه، نحن عنا حفلات كتير وعنا أنشطة كتير وما منحب نحكي. نحن عنا شهداء، عنا شهداء من العاملين، عنا شهداء من الجمهور، عنا شهداء من المفرزة الأمنية، عم يتم كمان حفلات لإلهم. صحيح. وعنا حوالي 160 قذيفة وصاروخ بحرم الدهر السنة الماضية. عنا 188 عرض سنوي. وفي احد الحفلات او المسرحيات نزلت بعض القذائف على ساحه دار الاسد والثقافه واستمرت الفعاليه بحرم الدار. انا عم اقول لك في شهداء، يعني في احد الحفلات كان في شهداء. لكن بالنهايه برجع بقول لك انه نحن مقتنعين باللي عم نشتغله. اكيد ما رح نشتغل لنرضي جهه معينه او شخص معين. بالنهايه هذا بلدنا وهذا تاريخنا، ونحن هي امكانيتنا، وفيني اكد انه اشتغلنا باقصى طاقه. يبدو انه في بعض الناس يمكن كانت كثير مشغوله ما انتبهت انه نحن
اشتغلنا كثير. استاذ بكل الاحوال ما نحن مو نحن استاذ جوان بتذكر باحد لقاءات حضرتك معنا بسبحنا غير ب 2014 تحديدا كنا عم نقول بمقدمه اللقاء انه هالمسرح يلي بس الحياه بقلوب السوريين رغم الحرب والارهاب اللي موجود ببلدنا. نعم. وقلنا يمكن في ناس تسال ليش نحن اليوم عم نعمل حفلة رغم انه الوضع مو تمام، ليش الناس عم بتروح صحيح. تحضر؟ وكان الجواب على لسان السوريين متواجدين بدار الأوبرا انه نحن ابناء الحياة. لهيك مثل ما قلت في ارشيف كثير ناس يرجعوا له ويشوفوا نشاطات الدار ودوره بهذا الوقت. هلا انا بصراحة ما كثير مع انهم يرجعوا، يعني بالنهاية كل واحد له رأيه. لا بس نحكي اليوم، بدنا نحكي اليوم عن اهم محطات دار الاسد للثقافة والفنون والنشاطات. عفوا انا اسف بس اذا بنقول انه يرجعوا ويرجعوا هذا فنحن عم ندافع عن حالنا مع ناس يمكن هني معرفين شو عم يصير بالبلد. انا اسف يعني بكل الاحوال بدنا نحكي عن نشاطات وفعاليات. هلا اول شيء انتم بتعرفوا مجمع دمر ثقافي صار بيتبع لنا، بلشنا نفعله ونحن اعلنا ولاده، حطوا خطين تحت كلمه ولاده اوبرا دمر. الولاده بدها وقت شوي لحتى تاخذ خليني تاخذ وقتها. بوعدكم انه ان شاء الله بفتره قريبة رح يكون المجمع هو دار أوبرا تانية. كلفنا مجموعة من الناس اللي أنا بثق فيهم من الناحية التقنية والفنية استلموه، هلأ عم يشتغلوا فيه. عملنا كم كبير من الحفلات، آخرها يمكن حفلات صار في تهافت غير مسبوق على البطاقات والحضور، أحياناً 3000 و4000 شخص. في المرحلة القادمة الآن، هلأ نحن بتعرفوا بالربع الأخير من السنة في عنا عرض مهم لفنان الأستاذ دريد لحام، يمكن هلأ حتستضيفوا حدا من هنا لنا يحكي لكم عنه. باعتبار الإخبارية هي الراعي الإعلامي لهنا لنا اثنين. عنا حفل للفرقة السيمفونية الوطنية، وأنا سعيد جدا أنه حتى بهذا الشهر في عنا حفل لنفس السيدة اللي حتجي، هي سورية مغتربة اسمها سمية حلاق مغنية أوبرا، آثرت إلا أنه ترجع على البلد وتقدم حفلات. فهلأ عنا حفل، والشهر الجاي عنا حفل مع الفرقة السيمفونية ضمن فعاليات يوم وزارة الثقافة أو عيد وزارة الثقافة. عنا حفل مهم جدا اللي أعتقد هذا رح تحبوه كتير، حفل إلى المسرح يلي نقلنا فيه طلاب أو أطفالنا الموجودين في مراكز الإيواء من طفل في مركز الإيواء إلى طفل يغني على مسرح دار الأوبرا. حلو. ورح تكون مفاجأة ومفاجأة كتير كبيرة. و تذكروا انه بهذا الحفل رح يكون في تحيه لوديع الصافي، لانه في شخص قريبا رح يكون ب 26/11 في شاب صغير رح يغني لوديع الصافي، اعتقد انكم رح يكون مفاجاه للكل. في عندنا كمان اوركسترا ماري هلا بهذا الشهر عندها حفل، في عندنا حفل بشهر 12 لجوقه الفرح، في عندنا كم عندنا مهرجان العصف المنفرد هلا اليوم تحديدا الدكتور غزوان زركلي عنده حفل، محمد سبسبي، طارق صالحية، نزار عمران، وسام شاعر، في كم بعتقد منيح يعني جدول حافل لدار الأسد والثقافة والفنون. خلينا نحكي اليوم عن أهمية الدار بدعم المواهب وتبنيها. مثل ما قلت عم تقول في أطفال رح يتم إقامة نشاط ثقافي موسيقي فني إلهم، قد مهم اليوم دوركم؟ يعني نحن عم نشوف مثلا في انتقادات كتير توجهت للدار أنه دار الأسد للثقافة والفنون غنى عليه أهم رموز الغناء فنيا وثقافيا. اليوم أنتم عم تدعموا الشباب، يعني عم نشوف صار لكم فترة في دعم للشباب، تبني للشباب، في كتير من الشباب السوري والأطفال في مواهب. صحيح. عم يكون الدار هو يمكن الداعم الأساسي لإلها. صحيح. هلا أنا بدي أقول لك شغلة، أول شيء دار الأوبرا، كلمة دار الأوبرا حتى بس نكون واضحين، دار الأوبرا هي تقدم فيها بالعالم فن الأوبرا والباليه. نحن للأسف وهو يعد من أهم يمكن دور الأوبرا بعد دار الثقافة في القاهرة، يعني صحيح، لكن تقديم الأوبرا والباليه في العالم نحن ما بنقدر نسقط هذا الكلام عنا. يعني نحن إذا حبينا نقدم أوبرا بنقدم حفلين أو ثلاثة، لأنه معنا كم كبير من مغنيين الأوبرا مثل أوروبا. باليه إلى الآن ما يتقدم إلا عمل واحد من 10 سنوات، لأنه ما عندنا مدارس تبنى هذا الفن. نفس القصة، لكن كل أوبرا بكل دولة إلى خصوصيتها. نحن دار الأوبرا في دمشق هي فيني نسميها وزارة الدفاع عن التاريخ والحضارة. أنتوا بتعرفوا لما أي بلد بيتعرض لنكبة لحرب
أول شيء يستنهض مثقفي وفنانين، لأنه إذا الفنانين والمثقفين ما وقفوا مع بلدهم يعني بتكون الخسارة كبيرة، لأنه هي أساسا حرب ثقافية وفكرية. بالضبط نوعا ما. طبعا هذا لا يلغي أي مؤسسة أخرى، وخصوصا المؤسسة العسكرية، يعني المؤسسة الأمنية، المؤسسة الإعلامية. أنتوا حقيقة أنا بكتير أيام كنت خاف عليكم لما أنتوا تطلعوا على الهواء، وحقيقة هذا منطق. لكن نحن بالنهاية واجبنا بقرار إحداث الدار أن نقدم كل ما هو جديد وكل ما هو علمي وكل ما هو يسمى فن لجميع الناس. يعني أنا ما بقدر أقدم فقط بس موسيقى كلاسيكية، مو كل الناس بتسمع كلاسيك، مو كل الناس بتسمع شرقي، مو كل الناس بتسمع ديني، لكن ولا كل الناس بتسمع جاز أو أوبرا، صح؟ طبعا. لكن أنا لاحظت أنه كل حفل بنقدمه بهذا الاتجاه فالصالات ممتلئة، معناها أنه نحن وصلنا للناس. صار ينحكى بدار الأوبرا، وصلتوا لجميع الشرائح يمكن والطبقات. هي نقطة مهمة، يعني دار الأوبرا ما هو مخصص لطبقة معينة أو لفئة معينة، هو مخصص لجميع شرائح المجتمع. لو بدنا نخليها مخصصة لطبقة معينة كان كثير الموضوع سهل. صحيح. وبنشتغل يمكن حفل بالشهر وخلصنا هم. بس نحن مو هيك. أكيد. طيب أستاذ جوان، بما أنه عم نحكي عن دور مهم هو الوصول لكل الناس، وهذا دور الثقافة بشكل عام، أنك أنت تقدر توصل وتكون سهل، ونحن عم نجهز للحوار مع حضرتك كان داخل طلاب صغار من المدارس طلائع، يعني هذا أيضا النشاط اللي هو دائما متواجد عنكم، أنه أنتوا ترعوا هدول الطلاب بهي السن يجوا يتعلموا ويشوفوا هذا الصرح الثقافي، يشوفوا بلدهم يمكن يقدموا شيء ولو بسيط، ولكن بيوم من الأيام رح يكبروا يقولوا نحن كنا واقفين على مسرح دار الثقافة للفنون. صحيح. هذا التشبيك بينكم وبين الوزارات. صحيح. نحكي عنه. صحيح. أيضا مو بس هيك، يعني حتى أقول لك أنا كتير كون سعيد لما تجي جولات من المدارس. نحن عنا دار أوبرا منفتخر فيها. أنا بنتي الصغيرة بتقلي دائما خدني على دار الأوبرا. في عندي مجموعة أطفال عمرهم ما تجاوز 6 سنوات حافظين الدار قرني قرني وشبر شبر. هذا حلو. يعني نحن لما كنا صغار كنا عم نحكي تحت الهواء معك أستاذ جوان، يعني كنا عم نحكي نحن تحت الهواء قديش حلو اليوم الطفل يكون يجي يتعرف على ثقافة بلده وحضارة بلده من خلال هذا الدار. لأنه نحن لما كنا صغار كنت عم نقول تحت الهواء نروح يا عم عمل للحليب يا عم عمل البسكوت، انه هي اهم رحله كنا نكون فيها. مزبوط. كنا نتمنى يكون مثلا بايامنا انه في هيك رحلات للاطفال لدعم يمكن. صحيح. او اكتشاف شو عنده الطفل اليوم. صحيح. خصوصا بظل الحرب اللي عم نعيشها، يعني بعيدا عن الحرب والدم يعني كل التفاصيل. بقول لك شغله، هلا الاطفال اللي دخلوا اللي شفناهم قبل شوي، هدول الاطفال مشاركين ب مهرجان الطلائع. هلا يمكن في ناس تنقدنا انه طيب هدول طلائع ما بصير يقدموا على دار الاوبرا. انا ما بعرف كلمه ما بصير منين جابوها، يعني مين قال انه لازم ما يقدموا على المسرح؟ هي اولا. ثانيا، شاب او طفل بهذا العمر يجي من المحافظات من اخر الدنيا بهالظروف اللي احنا فيها بس ليقدم 10 دقائق على مسرح دار الاوبرا، هي كبيره كثير. فلذلك نحن مصرين انه نحن نساعد. ويمكن هلا يمكن منظمة الطلائع اذا حدا عم يشوفنا بيقولوا عذبناهم شوي، ايه بس بالنهايه المكان عم نبني مفتوح. جيل عم نبني. أكيد. فكر. أكيد. جيل وعم نترك بذاكرته. أكيد. ذائقه فنيه. أكيد. اليوم الطفل، نحن لما بنقول انه طفل موجود بمكان عم يتعلم انضباط وانتظام. صح. هو داخل هو فايت انه انتبه هذا المكان ما بصير تقرب على هي، ما بصير مثلا تعمل كذا، لازم توقف، هذا المكان له هيبته. حتى مثل ما قلت لي جاي من محافظة لمحافظة أخرى، لما بيحس أنه موجود بهذا المكان اللي له أهمية. صحيح. في شيء عم يدخل بسلوك الطفل. صحيح. اليوم. أكيد. هذا دور أساسي يمكن على كل. نعم. المعنيين والقائمين على تعليم أطفالنا وإيصال لهم رسائل. لهيك كمان، هل في مشروع ممكن حضرتك تشتغل عليه؟ بنعرف أن حضرتك اشتغلت على مشروع العلاج بالفن، علاج أيضا مع الأطفال، موسيقى الأطفال. صحيح. اشتغلت على هذا الموضوع بدولفينو. صحيح. هل في ممكن يصير في مشروع أيضا للأطفال لدار الأوبرا بشكل دائم؟ بصراحة أنا أتمنى هذا الكلام، ولذلك صار في عنا بتوجيه وزير الثقافة، سيد وزير الثقافة وسيد رئيس الجمهورية، يعني لما بدنا نفعل هاي الأماكن مثل ما تفضلتي لحتى يصير في هذا الوجود للأطفال. لذلك صار عنا مجمع دمر، صار عنا أوبرا دمر،
ويمكن بيوم الايام يصير في عنا بكل محافظه دار اوبرا. وهي اللي بدي اسال عنه، التشبيك مع المراكز الثقافيه اليوم من خلال يمكن نشر هي الفعاليات يعني والنشاطات لدعم الطفل اليوم بظل الظروف اللي عم نعيشها. ايه هذا عملناه، بس للاسف هو نحن بنضل هيئه صغيره يعني اذا نقارن يعني. هذا مشروع دولي حقيقه. صحيح. هو عباره عن اكثر من وزاره. انا اتمنى هو تشبيك مع وزاره الثقافه ووزاره السياحه مع جميع المؤسسات الحكوميه تكون داعم. يعني انت بتعرفي انه نحن عندنا حاليا الان يعمل 250 مركز ثقافي. تماما. يعني انت عندك 250 دار اوبرا في جميع المحافظات، فانا بستثمرها. تمام. فلذلك بس هذا بيحتاج الى خطه معينه، الى تغيير بطريقه عقليه الاداره. يعني نحن مجمع دمر الثقافي كان في عقليه اداره معينه، عقليه اداره مشان ما حدا يفهمني غلط، عقلية إدارة مركز ثقافي اللي هو إذا بنعمل محاضرة أو ندوة بيحضرها 10 فنحن عملنا فعالية. نحن ما بنرضى لما عم يحضرنا بمجمع دمر الآن 1000 شخص، عم نزعل 1000 شخص كتار، صرنا نزعل إنه شو 1000 شخص يعني. لا نحن لازم يتسكر المسرح لأنه في حفلات قاموا فيها. كان هو المسرح بيسع 3500 تقريبا، 2500 جلوسا على المرتاح. إذا ضغطنا آخر حفلات كان في 4000 في عالم برا يعني. نعم. كان في أعداد كبيرة. صحيح. هذا اللي عم قلك عليه. معنى هالحكي انه نحن جمهورنا بيحضر اذا قدرنا نحرك الثقافه صح. بس هلا اذا انا بدي اقول في عندي ندوه عن عنوان سياسي معين يمكن 10 ما بيحضروها، منهم 5 مدير المركز ومعاونينه وكذا. حقيقه نحكي انا مالي ضد المراكز الثقافيه، بالعكس نحن بوزاره الثقافه لا دوره جدا مهم وفعال في ظل الازمه. لكن انا اتمنى انه بس تغيير بعقليه تنفيذ الفعاليات. وحقيقة سيد وزير الثقافة يعني بهذا السنة والسنة الماضية عملنا عشرات الحفلات بالمراكز الثقافية وفعلنا يعني في أماكن ما كنا نتوقع الحضور يكون صالة ممتلئة على الآخر. هذا دليل على أنه تزبط إذا بنسويها. أكيد. وفي دائما لقاءات صحفية كانت مع حضرتك أستاذ جوان، كان يضل دور طويل والصحفيين عم يسألوا ويسألوا وكيف نسوي هيك بدار الأوبرا وشو ممكن يصير. هذا دليل على خلينا نقول الحديث الثقافي اليوم. هيك كنا معك بشفافية، حكينا فشينا خلقنا مثل ما بنقول عن هذا المكان اللي كلياتنا بنحبه وكلياتنا نثق بدوره خلال الأزمة. شكرا كثير لوجودك معنا. أنا بس اسمحي لي يعني يمكن احيانا بعض الناس تلاحظ بعض التقصير البسيط، تاخير شوي على الباب بسبب التفتيش او اخره، بعض التقصير يعني بيصير، فسامحونا اذا شوي قصرنا. هلا الانتقاد الدائم على التوقيت، على التوقيت. انتقاد الدائم لدار الاسد انه على التوقيت يعني. بس يعني احيانا دائما شوفي كل شيء له سبب. فانا سئلت مره قلت حتى نضمن انه حفل شغال وبشكل جيد والجمهور مرتاح وعم يحضر موسيقى نتأخر شوي على الباب، ما لا مشكلة. أكيد. أكيد. الأستاذ جوان قرجولي بدنا نتشكرك على وجودك معنا، مدير دار الأسد للثقافة والفنون، وأنت دائما من أهل البيت. شكرا كثير لك. شكرا. شكرا لك. شكرا.